دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد في يوم من الأيام وسمع رجلا يدعو فيقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. تعجب النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمات وقال عليه الصلاة والسلام: غفر له غفر له غفر له ثلاثا. هذه الكلمات اجعلها في دعائك، سواء دعيت الله عز وجل أن يغفر لك أو أي حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة، فتقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن ترزقني وأن تعافيني وأن تغفر لي وأن ترحمني وتسمي حاجة.